بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: وأسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة، والخبر الصادق، والعقل. نعم. يقول رحمه الله: الأشياء التي أو الطرق التي يتوصل بها الإنسان مثلا أو الملك أو الجن، يعني المخلوق، حتى يصل إلى العلم اليقيني القطعي، ثلاثة أشياء. ما هي هذه الثلاثة؟ قال: الحواس السليمة. والحواس السليمة كالبصر والسمع والذوق، هذا يقال له حواس. هذه الحواس السليمة تعطيك الخبر، العلم بالشيء، يحصل عندك علم بالشيء. وكذلك أيضا قال: الخبر الصادق. الخبر الصادق هو خبر الأنبياء عليهم السلام مثلا، ويقال الخبر المتواتر الذي تناقله جمع عن جمع. هذا الجمع لا يجتمع من حيث العادة على كذب، يستحيل عادة اجتماعهم على كذب. في كل طبقاتها هذه المراحل التي وصل إليك الخبر يكون وصلك من طريق التواتر، هذا يورث العلم القطعية. قال: والعقل. أما قوله والعقل، فلأن العقل السليم حين تستعمله استعمالا صحيحا يوصلك إلى حقية ما جاء به الإسلام. ولا يعني أن العقل يوصل لمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة من دون الأنبياء، يعني وحده من دون الشرع، فلا. وإنما العقل السليم هو حجة شاهدة على صحة الإسلام. فإذا قال رحمه الله: وأسباب العلم بالشيء، يعني يحصل لك علم أنت أيها المخلوق بثلاثة أمور: الحواس السليمة، والعقل، والخبر الصادق.